السلام عليكم. صحيت بدري النهارده، مش النهارده، ميعاد قبل اليوتيوب. رحت الصبح قعدت انا وحسن، قلت بقى ايه، اجي احضر فطار كده حلو ليا انا والعائله الكريمه، وقال لك ما فطرناش مع بعض. فعديت على السوق بقى، جبت حبه حاجات كده حلوه، قلت بقى ايه نحضر فطار سوا. هعمل بقى ايه الفطار المصري العادي بقى، قرنبيط بيت وبطاطس محمره وطعميه وفول وبتنجان واللازم يبقى. اول حاجه انا حطيت حله ميه على البوتاجاز ترمي عشان اسلق القرنبيط. انا دايما بشيل بقشره كده عشان الجلد دوت في الاكل مش حلو، بس طبعا بقطعه صغير. والفتافيت اللي بتنزل ده انا بلمها واحطها في المخلل، حطه بس هنا كده عشان اغسله غسله حلوه كده. وفي نفس الوقت حاطه الطاسه هنا عشان اقلي البتنجان والفلفل دول، اقلي البتنجان والفلفل وسط والقرنبيط اهو. وفي نفس الوقت بقى اغسل الخضره واجهز الاشياء والاغراض عشان نحضر فطار حلو مع بعض. هنا حطيت على القرنبيط شويه كمون وشويه ملح، نسيبه بقى ايه تسلق براحته. وحط كمان حته لومه عشان الرده اللي في العيش بتشيل ريحه القرنبيط خالص او الكرنب، تمام. وهنا بقلي الباذنجان، نايس. ايه تاني؟ بقشر البطاطس عشان نحمرها، وهنضف الخضره دي عشان خاطر اجهز. نعم يا لو يا قلبي الصغيره والجميله قلبي، ماشي. قلي بقى الباذنجان كله. انا جايبه باذنجانه كبيره، جايبه باذنجانه كبيره عشان خاطر تستحمل ويبقى فيها لحم، تمام. لفلافه تحلي. نشيل بقى الباذنجان في طبق اهو، ما بيتحمرش قوي علشان خاطر ما يطلعش ناشف، بس في نفس الوقت ما تسيبوش ابيض، يبقى مستوي كده حلو من جوه اهو. نسيبه كده. الله، نسيب بقى القرنبيط بالظبط 5 دقايق ونشيله. انا بقى هنضف الخضره واجهزها عشان انقعها. ظبطها كده تظبيطه حلوه. بصوا بقى لون الباذنجان ده حلو ازاي اهو. ده الباذنجان اللي هو خدي الجميل او اللي يشبع. خدوا بالكم ما يبقاش ابيض ولا يبقى متحمر قوي. لما بيتحمر قوي الباذنجان، ماما بيبقى من جوه ناشف. نعم يا روحي، حاضر هجيب ناشف. دي خطه بتعمل باذنجان الفلفل سليم، عشان خاطر لما بتقليه وهو صغير تقطعيه بتبقى ورقه رقيقه بتتحرق. قطع البطاطس كمان نحطها بالمره. على البطاطس بتتحمر بقى اكون عملت ايه؟ اكون جبت حته جبنه من البلاط وعملت طبق جبنه قديمه وطبق جبنه قريش، وبالمره هنقلب الطعميه لسه هو ايه القرنبيط اهو. انا بحب اقطع البطاطس كده اي كلام. حط الخضره اللي جبتها على الفجاز اهي، وغسلت الجلبيه والبقدونس. شيل بقى الفلفل واحط البطاطس على طول. راح اجيب حته جبنه واجي اوريها لكم. دي كده الجبنه القديمه، جبت الحته دي بس كفايه. تمام، حلوه قوي كده. وهنا جبنه قريش جنبي اهو، انا بهرسها الاول قبل ما احط الطماطم عشان لما اقلب الطماطم فيها ما تتفعص اهو. اقطع بقى الطماطم عليهم. بسم الله. صغيره كده. وهقطع كمان قرن فلفل اخضر اهو. يا رب يكون التصوير واضح كده لان النور قطع. طيب نعمل بقى خلطه القرنبيط. حطيت معلقتين دقيق وقطعت عليهم شويه بقدونس، تمام. نحط كمان عليهم حته ثوم مهروسه مع قرن فلفل اهي، ثوم كده حته كده حلوه. واحط كمان شويه ملح. بسم الله. واحط بيضه. بسم الله.
بيضه واحده كفايه. حلو. ونحط اللبن خليه في الاخر. نحط حبه كمون وحبه فلفل اسود. بسم الله. حبه كمون. نحط حبه فلفل اسود كمان. بس كفايه كده. نحط بقى لبن ونقلب. بسم الله. اهو طبعا خليط القرنبيط انتوا عارفينه ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. عايزين حبة دقيق كمان. بصوا كده. لا كده حلو قوي. عايزين حبة دقيق. ادي حبة دقيق. بسم الله. اهو. هنضيف طبعا شوية لبن لان الخليط ده قليل. نحط بقى رشة كربونات صوديوم بس كده. قبل القلي على طول كده. اللي هو بيكنج صودا اهو هو ده. يلا بقى نقل القرنبيط. الزيت بيسخن. ادي خلطة القرنبيط اهي على جنب. الجبنة اهي القديمة. بصوا حلوة قوي. البلاص عندي ما شاء الله عليه عشان جبته مطرحه عسل. بصوا مخلي الجبنة عسل بصراحة. والجبنة القريش كمان عملتها زي الفل كده كمان. اه حلو قوي كده. كده فاضل هحشي بقى البتنجان. انا بس سايبه الزيت يسخن شويه عشان زودت الطاسه كده. دي حلوه قوي بالصلاه الحاره جمال النبي. عايزه حبه طحينه عشان حادقه. ما عنديش طحينه. طلعت السمسم. هطحن معلقتين سمسم مع معلقتين دقيق واعمل حبه طحينه. وبعد كده طب نقل القرنبيط بقى الاول. بسم الله. كويس ان الفلاش بتاع التليفون مساعدني على التصوير لان النور قطع. وادي اهو اهو. جاهز بقى. احط الطحينة على الجبنة وبعد كده احشي البتنجان. وهسلق بيض. بسم الله. الله. بصوا بقى القرنبيط. حلوة قوي. ريحته تجنن. الله عليك يا عم بخ. الله عليك. صلى على النبي يا جماعه. صلى على رسول الله كده. بسم الله. يلا نجهز حشوه الباذنجان. الباذنجان اهو. نيجي هنا بقى كده. تعالى انت يا عم السمسم هنا. ده الثوم مع الفلفل. تمام. احط عليهم حبه ملح. حبه ملح. وحط حبة خل وليمونة. ادي الليمونة اهو كمان. نقلبها بقى كويس. ويلا نحشي البتنجان كمان. لفا لفا القمر. نحشي البتنجان بقى اهو. ونرص في الطبق. بصوا بقى من جوه طالي ازاي. احشي كله بقى. بس يا لافا لافا. احشي كله وارصه في الطبق. احط بيض يتسلق. هقلب الطعميه هنا.
والفول احطه عشان يسخن. هنا جهزتي بقى، بصوا جهزتي هنا اهي ادي الجبنه القديمه والجبنه القريش والبتنجان اهو، وادي القرنبيط اهو، صلوا على النبي يا جماعه، وبطاطس، وادي الجرجير. نقلي بقى الطعميه هنا، بسم الله. احنا ما بنحبش الطعميه تخينه، بسم الله. هعمل حبه بسمسم وحبه من غير سمسم، لان ماما ما بتحبش السمسم، ما بتحبش السمسم في اي حاجه، زيت السمسم بيتعبها عموما اهو. والفول كمان بيسخن ورا اهو، النور لسه قاطع برضه، عشان النور قاطع ما ناكلش؟ لا طبعا هناكل. نقليهم كلهم الحته كلها اهو، بسم الله. بصوا الطعميه بقى وحلاوتها، الله عليك يا عم بخ، صلى على رسول الله يا جماعه. لسه طيب بقى نرص الاكل على السفره لحد الطعميه ما تتقلي والفول يسخن. صدق كنت عايزه اعمل فول بقوطه بس نسيت، مش مشكله اعمله بزيت وليمون وخلاص. ايه انا اصلا ما عنديش ليمون، ما دوت في الثلاجه يمكن الاقي واحده، نبعت نجيب ليمونه من ماما كده. حلو قوي. نرص السفره بقى، ده مش مفرش السفره، ده انا حطاه كده مؤقت لحد ما اجيب لها مفرش. بس عيال تاخد الدرس عليه نجيب بقى البيض والفول والعيش. الطعميه ريحتها ايه؟ ريحه السمسم فيها فظيعه. سلام، صلى على النبي. صلوا على النبي، بسم الله. مش نكتر، كمون، بسم الله.
هما بقى يجيبوا ليمونه معاهم هما جايين مخصوصين عليه وخلاص، عشان انا ما عنديش ليمون للاسف. فجأة كده ما عنديش ليمون، هبعت اجيب. تمام بالمره، حطيت على البيض اهو، حط بقى طبق فيه ملح وكمون وفلفل عشان اللي هيقشر بيض على السفره. انا مش هقشره عشان خاطر السفره بتحب تقشر لنفسها وانا بحب اقشر لنفسي اهو. مفيش ميه من بره تبقى قطعه، انا عايز يبرد لنفسه. عندي بقى شيء اكل بقى، ميه وعصير وخلاص على كده. خلصت سفره كده كده كده، قرنبيط، فول، طعميه، باذنجان، والجبنه جبنه قديمه، بطاطس محمره، وبيض. حاجه غلابه بقى، نحن ندهنه في طبق. العيش اهي، بطاطس والعيش، وادي القرنبيط والبيض، طعميه اهي، بتنجان، وده فول، وده بتنجان رومي، جبنه، جرجيره، بس كده خلاص. شكلهم حلو ازاي؟ اه.